وايضا ينضم الينا عبر الهاتف الدكتور عبد العلي محمد مستشار مركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه. بعد التحيه لك دكتور. اذا دور مصري كبير في الضغط لوضع الجميع امام مسؤولياته من ضروره وقف الصراع، عدم اتساع رقعته في المنطقه بالكامل، وللرئيس السيسي رسائل مهمه اليوم في هذا الشان، تفضل. مصر منذ اليوم الاول للهجوم البربري والوحشي على قطاع غزة رسمت الخطوط العريضة للحركة السياسية سواء العربية أو الإقليمية أو الدولية. إنه رد إسرائيل رد مبالغ فيه، تجاوز حدود الدفاع عن النفس كما قال الرئيس، وإنها تدين قتل المدنيين من كلا الجانبين، وإنها لابد من وقف التصعيد وعدم اتساع رقعة هذا الصراع. وعلى الفور بادرت مصر بعقد قمة دولية إقليمية دولية بعد عدة أيام من بدء هذا العدوان الوحشي، وكانت دي مبادرة مهمة جدا لأنها وضعت الأساس الذي تتمحور حوله الحركة الدبلوماسية والسياسية على الصعيد العربي والإسلامي، رفض العدوان ووقف العدوان ووقف التصعيد وإدخال المساعدات الإنسانية وعدم اتساع رقعة الصراع. والأهم من ذلك أن الاحتلال هو سبب كل هذا العنف، وأن الحل الدولتين هو الحل، وأن تجاهل القرارات الدولية وإفلات إسرائيل من تنفيذ هذه القرارات هو ما أوصل المنطقة إلى هذه الدرجة. يعني غياب العدالة كل هذه السنين في هذه القضية دكتور. نعم الشعب الفلسطيني ظلم تاريخي، والمجتمع الدولي مجتمع منافق ومتواطئ مع الحركة الصهيونية قبل نشأة إسرائيل ثم مع إسرائيل بعد قيامها، وظل هذا التواطؤ وهذا النفاق طوال وجود إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني، بدليل أنه منذ البداية كان هناك قرار دولي، قرار 181 لعام 1947 بتقسيم فلسطين إلى دولة عربية وأخرى يهودية، سمحت للمجتمع الدولي للعصابات الصهيونية بتنفيذ الدولة اليهودية، ولكنه لم يلقي بالا للدولة العربية بما فيها القدس التي كانت تحت الوصاية الدولية، ولم تكن من حق إسرائيل أو من حق العرب، كان مفروض أن تكون منطقة وصاية دولية. فبالتالي المجتمع الدولي استمر على هذا الحال، واستمرت إسرائيل في تجاهلها للقرارات بما فيها قرار 194 لحل مشكلة اللاجئين، وأصبحت كل هم المجتمع الدولي وكل هم إسرائيل أن تتحايل على هذه القرارات، بالذات قرار اللاجئين، قرار يعني الذي لا تريد إسرائيل ولا تزمع تنفيذه، ولكنها تريد أن تفك قضية اللاجئين، تريد أن تنهي قضية اللاجئين كما تعلم بالتوطين. صحيح، وهي تفاقم يمكن من قضية اللاجئين الآن بحديثها يعني من خلال ألسنة بعض مسؤوليها عن تهجير قسري للفلسطينيين الآن، وهذا ما ترفضه مصر بالطبع. بالضبط، هي فعلا هذا هو المخطط الإسرائيلي، هو إنهاء القضية، تصفية القضية وتنفيذ ما يسمى بخطط الحسم التي وضعها اليمين الصهيوني المتحالف، اليمين الديني الصهيوني المتحالف مع اليمين القومي لإنهاء القضية الفلسطينية، وسواء في الضفة الغربية أو تهجير أهالي غزة تحت العدوان وتحت الضرب وتحت كافة الجرائم التي تقع أمام أعين العالم الذي يزعم أنه متحضرا ومتمدينا، وفي حين أن الممارسات الإسرائيلية تنم عن يعني الوحشية والبربرية ولا علاقة لها بالحضارة، لأنه من تواجه إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في غزة تواجه شعب أعزل، حركة تحرير قومي، حركة تحرير وطني، لا يواجهون حتى دولة ولا يواجهون يعني قوة عظمى. مثلا هل سمعت يوما أن غزة تمثل قوة عظمى أو حماس هي قوة عظمى حتى تتحرك الأساطيل وحملات الطائرات وتتحالف الولايات المتحدة الأمريكية على هذا النحو الفج مع إسرائيل، إلى حد أن
العديد من المحللين يقولون أنهم يدورون المعركة فعليا. الأمريكان عن طريق مستشارين عسكريين وخبراء عسكريين يدورون المعركة ضد حماس. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل، الدكتور عبد العليم محمد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.